إلى ليبيا، حيث أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إلقاء القبض على قائد وحدة القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم عن إعدام عشرات السجناء. وأفاد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أفاد بأن المدعي العسكري يحقق مع الورفلي الذي يواجه اتهامات عدة. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية والخاصة بالقبض على أحد منتسبي القوات المسلحة. الوقت الذي نتابع فيه باهتمام مبالغ ما صدر على المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اتهام الرائد محمود مصطفى الورفلي بارتكاب جرائم حرب مستندة على بعض الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للمتهم وهو يقوم بتصفية عناصر إرهابية عليه. ونحن نحيي المحكمة الجنائية الدولية على مجهوداتها المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي وحماية الشعوب من ولايات الحروب والنزاعات المسلحة. نحيطكم علما بأن المتهم في دعوتكم القضائية الرائد محمود مصطفى الورفلي يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة إليه في صحيفة الدعوة. هو رهن التوقيف الآن منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية من تاريخ 2/8/2017 تحت رقم ميم قاف عين 31/19/57. في ذات الوقت تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على احترامها للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني ولتعاليم الشريعة الإسلامية الشريفة. ولقد أكد السيد القائد العام للقوات المسلحة في عدة مناسبات وبلاغات لمنتسبي القوات المسلحة والقوة المساندة لها على ضرورة التقيد التام بهذه التعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص، وتشمل على سبيل المثال عدم استيفاء الحق بالذات واحترام الحريات الشخصية وتسليم المعتقلين من الجماعات الإرهابية لجهات الاختصاص. لذا تتبرأ قيادتها العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من هذه الأفعال ومن مرتكبيها، وهي لا تمثل إلا من يقترفها ويكون بذلك عرضة للقانون والعقوبات الرادعة. وبهذا البيان نطمن المحكمة الجنائية الدولية بأن إجراءات التحقيق وما يضمن تحقيق العدالة تسير وفق القانون العسكري الليبي ومنذ تاريخ التكليف المشار إليه سابقا، حيث تم إيقاف المتهم عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية. ونعلن استعدادنا على التعاون معكم في إطلاعكم على نتائج التحقيق ومجرى المحاكمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية صدر بالرسمي بتاريخ اليوم الخميس الموافق 17/8/2017.